أهل السنة والجماعة توسطوا فقالوا كل شيء فهو بقضاء الله وقدره، ومنها أفعال العباد، فهي مخلوقة لله وهي فعل العبد باختياره ومشيئته. العبد له مشيئة وله اختيار، لكنه لا يستقل عن الله كما تقوله القدرية، وليس مجبرا كما تقوله الجبرية، بل هو يفعل الأشياء باختياره ومحض إرادته، ولذلك يثاب ويعاقب، يثاب على فعل الخير ويعاقب على فعل الشر، لأنه فعله بإرادته ومشيئته. ولو كان مجبرا فإنه لا يعاقب، كيف يعاقب على شيء ليس له فيه رأي وليس فيه مشيئة ولا إرادة؟ ولذلك الله جل وعلا لا يؤاخذ المجنون الذي ليس له إرادة، ولا يؤاخذ المكره الذي ليس له اختيار، ولا يؤاخذ النائم الذي ليس عنده فكر وعقل، ما يؤاخذ. رفع القلم عن ثلاثة: الصغير حتى يحتلم، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. لماذا؟ لأن هؤلاء ليس لهم إرادة ولا مشيئة، فلا يؤاخذون على ما فعلوا وقت غياب عقولهم وإرادتهم. أما من كان عنده إرادة وعنده مشيئة واختيار فإنه يثاب على فعل الطاعات ويعاقب على فعل المعاصي، لأنه فعلها باختياره وإرادته. والله جل وعلا يقول: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، عملوا أسند العمل إليهم، إن الذين كفروا أسند الكفر إليهم، يعني من فعلهم وبإرادتهم. من يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم، أسند المعصية إليهم لأنها من فعلهم، فهي من ناحية الفعل هي فعل العباد، من ناحية القدر هي مقدرة من الله جل وعلا، فهي قدر الله وهي فعل العبد، جمعا بين النصوص. وهذا يدل عليه قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين.